عم تستمر عجلة الطب بسوريا بالتقدم بين بحوث علمية وندوات ومؤتمرات إلى الأثر الكبير على الاطلاع على كل ما هو جديد على الساحة الطبية العالمية والعربية وأيضا المحلية. وضمن برنامج صباحنا غير عم نكون مواكبين لهالنشاطات اللي عم يكون إلى أثر كبير بتطوير الصحة والطب بسوريا. أكيد أريج، رغم كل ظروف الحرب التطور الطبي مستمر في سوريا، ومحطتنا الطبية لليوم رح تكون مع رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء الدكتور يوسف الأسعد لنحكي عن نشاط النقابة الأخير وعن محاضرة بعنوان تدبير الحالات المتقدمة في جراحة أورام العظم والأنسجة الرخوة مع مراقبة وسطية لست سنوات. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. الله وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني عم تقوموا بعدة ندوات ومحاضرات اليوم، قديش هالندوات عم تكون إلى أثرها بالفعل؟ يعني هي ما عم تكون مجرد محاضرة وندوة، عم يكون تطبيق فعلي وعم تساهم بتطوير الطب بسوريا، وخاصة فيما يتعلق بالأورام وأيضا خاص بجراحة الأورام العظم. حقيقة نحن في نقابة الأطباء نفخر أنه خلال الأزمة قوتنا ما ضعفنا أبدا، بالعكس زدنا نشاطنا العلمي والثقافي والسياسي بفرع دمشق نقابة الأطباء. والتفتنا خلال مؤتمراتنا وندواتنا العلمية أنه صرنا ما بقى نكون على الندوة على مستوى أو على أنه مواضيع متعددة بمجالات متعددة يفوت واحد يحضر، لا، لازم نستفيد. مثلا وقت عملنا مؤتمر العلمي السابق كان عن جميع الأمراض المتعلقة بالآلام العظمية الزهرية، عفوا الآلام الزهرية، من ناحية النسائية، من ناحية الورمية، من ناحية العصبية، من ناحية النفسية. فلذلك كان كل واحد بيحضر بيلم بكل آلام العمود الفقري بكل أنواعه بكل أسبابه. المؤتمر الماضي كان حول تدبير الحالات النسائية والمخاض وإلى آخره، كمان من كل النواحي الثانية. هلأ المحاضرة اللي كانت يوم السبت الماضي هي عن أورام العظام وتدبيرها مع حالات النسج الرخوي، هي تجربة ذاتية في مشفى البيروني، ألقى المحاضرة الدكتور علي محمود، كان في حضور طبعا مميز حول أورام العظام اللي موجودة عنا. يعني نحن دائما ما ناخذ الحالات اللي بتجينا من الخارج من دراسات أجنبية، لا، نحن التوجه اللي عم توجهه النقابة انه يكون في عنا حالات نحن بندرسها، حالات نحن بنعملها موجودة، بتوثق هذه الحالات وتصير في عنا احصائيات بهالحالات الموجودة، وبالتالي في المستقبل ممكن نعمل نحن دراسة مقارنة حول الدراسات الموجودة في سوريا وحول الدراسات متعددة لحتى تكون الدراسة صحيحة في دولة متقدمة، في دولة وسطى، وفي دولة بالعالم الثالث، وبالتالي نحقق نحن دراستنا الموجودة حاليا. المحاضرة ركزت على الأورام العظمية والأنسجة الرخوي بالحالات الموجودة لتوجيه الأطباء والمقيمين في عنا طبعا كيفية دراسة هذا الورم. أنا هاد اللي كنت أسألك عنك دكتور، يعني هي دراسة ضمن الحالات المتواجدة اليوم، يمكن اختلفت حتى الحالات من خلال الأنسجة الرخوية، صار في عندنا حالات يمكن مختلفة، حالات كمان بدها مواكبة بشكل كتير كبير. والجميل أنه الطب في سوريا رغم كل ظروف الحرب مستمر بالتطور، يعني في حالات دائما جديدة والطب عم يتابع. هو توجه المحاضرة حول هذا الموضوع اللي احنا أنه في عندنا عدد من الحالات ممكن تداركها بالبداية، يعني يتم التركيز انه في عنا الحالات اللي مهمله اللي هي بسبب المريض نفسه لما بيحس ببعض الالام او بيحس بشيء غير طبيعي لما بيهمل نفسه بيتطور عنا الشيء البسيط الى ورم كبير والى حاله متقدمه في العلاج، وبالتالي تصير المعالجه صعبه بدها تكون. وفي حالات مثلا هي من الطبيب نفسه لما مثلا ممكن مراجعه بتصير لمريض، الاجراء السريري بيطلب الصوره الشعاعيه مثلا، عدم طلب الصوره الشعاعيه قد يؤخر عمليه التشخيص. وفي الحالات بتكون مشتركه بين المريض والطبيب. نحن الغايه من الندوه كان توثيق الحالات كيف تعالجت كيف موجوده، ولتوجيه انه لا يكون تخفيف الخطا بين الطبيب الخطا الطبي او الخطا المريض او الخطا المشترك، بالتوجه دائما للحالات التشخيصيه والحالات السريرية، توجه الحالات السريرية دائما اللي هي الأساس بكل معالجة. يعني ما بيكفينا إلا الحالات السريرية، نتوجه الحالة السريرية بعدين نلجأ لوسائل التشخيصية بغض النظر أنه
قد تكون مكلفة ولكن ضرورية جدا، قد تنقذ حياة إنسان، تشخص التشخيص الباكر للمرض لأي ورم. نحن في عنا نسبة شفاء ممكن تكون عالية بأي مجال. لهيك نحن دائما بندعي يمكن عبر صباحاتنا انه الاول شيء المريض لازم يكون متعاون مع الطبيب، وايضا الفحوصات الدوريه لها اهميه كثير كبيره بالكشف المبكر، وهي بتساعد بنسبه كثير كبيره بالشفاء. ايضا دكتور، خلال الندوات قديش ممكن يشكل حاله التبادل بين الحالات بين الاطباء، كل واحد شو الحاله يلي عنده، شو المريض حاله المريض يلي عنده، وتبادل المعلومات بيناتهم، تبادل الخبرات بين بعضهم، قديش هالشيء عم يكون حاضر ضمن ندواتكم؟ حقيقه هي الغايه الاساسيه من مؤتمراتنا، انه عم يصير تبادل المعلومات، تبادل الخبرات. حتى نحن في بعض الاحيان عم نستضيف اطباء سوريين من الخارج، عم يجوا عم ينقلوا الخبره اللي عندهم الينا، ونحن عم ننقل خبراتنا لزملائنا في الداخل او في الخارج. يعني ممكن انا في زميلنا في اللاذقيه مثلا ذاك اليوم عم يعرض احصاءات حول الانتانات وطريقه معالجه في معالجه الانتانات العظميه مثلا والانسجه الرخوه، عم يعرضها بنسب احصائيه موجوده عنده بلدي، وفيني انا قارنها بدراسه عندنا في دمشق ومنتوحة في تلك المعالجه، تتلاقى الافكار وتتلاقح مثل ما بيقولوا هالافكار لحتى نوصل لنتيجة مشتركة قد تنقذ حياة مريض. يعني أنا الغاية دائما نحن الإنسان والمريض. أطرح مثال مثلا، نحن عيادة الزواج، عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج، نحن لما بلشت عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج حضراتكم وكبتوها من بداية الإخبارية السورية، كان في محاربة، والغاية منها هي القضاء على كافة الأمراض التي تنتقل بالزواج وعلى رأسها التلاسيميا. نحن إذا بتلاحظوا لما عممت هذه التجربة على كافة فروع محافظات دمشق، الآن أن في عدد من الحالات من التلاسيميا انخفضت. يعني أنا بقول لك مثلا الدكتور غسام النقيب اللاذقية، الآن لم يسجل أي حالة تلاسيميا في اللاذقية، بتعرفوا هي أكثر شيء متواجدة بالبحر الأبيض المتوسط. صحيح. عندنا في دمشق كمان عندنا عدد بسيط نحن من الحالات اللي كانت متسربة، لأنه المواطن وقت ننصحه أنه في عندك ينتقل مرض التلاسيميا إلى أبنائك عم يأخر الزواج او عم بيغير، يعني عم يبطل عم يقضي على اقدامه على الزواج من اذا اولاده مصابين. وبالتالي هي تبادل الخبرات وبالتبادل المعلومات والنصائح والتوعيه للجماهير عم تقضي على كافه الامراض اللي ممكن او عم تنقص منها، نقول ما فينا نقضيها كاملا، عم نقص منها بتبادل الخبرات والتبادل ونقلها الى الطبيب المعالج او الى الطبيب المقيم، اللي بصير في توعيه ضمن عائلته والتوعيه ضمن العائله عم تنعكس بالمجتمع. تمام. وبالتالي يعني عمليه تكامليه، وهذا الهدف من كل ندواتنا لما بصير، خاصه عندما يتلاقى العدد الكبير من المحافظات او من الخارج في هذا المجال اللي نحن عم نسعى له. وبالتالي نحن عم نفكر دائما حتى في المواضيع الندوات ان تكون بموضوع واحد. يعني يمكن هذا اللي ضمنته ندوتكم الأخيرة. تمام. موضوع واحد. ومن خلينا نحكي عن نتائج هي الندوة، شو النتائج يعني الندوة وكيف رح يكون تطبيقها؟ نحن يعني الموضوع الواحد مثل ما تفضلتي هو أساسي، لأنه عم ناخده من كل جوانبه. يعني أنا كطبيب عظمية قد ألم بالجوانب العظمية، لكن لا أعرف مثلا آلام مثلا من ناحية نسائية، قد تكون فكرة، لا بنعرف مثلا من الناحيه النفسيه، ما بنعرف الناحيه العضليه الهيكليه الى اخره، يعني ممكن تكون هلا وقت بتحضر المحاضره الندوه بالتكامليه بهالمجال، بصير الانسان يعني ملم باغلب ما يتعلق بهالافه الموجوده، وبالتالي صار عنده فهم وتشخيص باكر بصير للحاله بدون المراجعه. يعني ما فيني اقول له بعدين بصير نعذب المواطن او المريض انه روح مثلا او السيده روح على طبيب نسائيه ممكن كذا، الا اذا استدعت الحاله. الندوه هلا نحن كمان طلبنا من كافه زملائنا في خلال مؤتمراتنا وندواتنا ان توزع استماره. هالاستماره بتقيم انه العمل الاداء المحاضر واداء عفوا نتيجة المتلقي المتلقي للمتلقي. يعني هي نقطة كثير مهمة أن ترصدوا نتائج ندواتكم وتطبيقها على أرض الواقع، لحتى يمكن تتلافوا بعض الأخطاء. تمام. ممكن بندوات أخرى، وأيضا تضيفوا شيء جديد. تمام. فلذلك نحن هذه الاستمارة طلبنا من كل مؤتمراتنا الآن وندواتنا أن تكون هناك استمارة مطبوعة بيعبيها أي واحد متلقي، قد يكون الطبيب في ناس مهتمين. يعني لما طرحنا
مواضيع مثلا اورام وسرطانات، عفوا سرطان الثدي، كان في سيدات ما انا طبيبات يعني مهتمين، في عندك سيدات مجتمع وفي عندنا ناس حابه تتعرف على هذا السرطان الثدي الى اخره. بهمنا نحن اللي وصل اللي يعني انا لما اعطي محاضره في مجال اكاديمي غير لما اعطيها في مجال المواطن اللي ما نو دارس الطب. فلذلك انا بهمني هالانسان توصلوا هالفكره. نحن لذلك طلبنا تعميم بهذا المجال لتقييم المحاضره وتقييم ما وصل الى المتلقي في هذا المجال لنتدارك اي خطا موجود، او اذا كانت الفكره موجوده نطورها في مجال اخر. يعني في بعض طلبوا دائما بيهمه انه الوسائل البصريه، يعني انا لما بكون مثلا بمستوى اكاديمي قد اشرح بمستوى نظري اكثر، لكن في مستوى اللي بده يكون في سيدات مثلا غير اطباء غير طبيبات، انا بدي احكي عن الورم، بده يكون طريقه حتى الفحص مشروحه بشكل عملي، يعني على الفيديو بروجيكتور بدها تكون مثلا كيف بيتفحص الثدي، بدها تكون بشكل عملي، يعني ما بيكفي انا احكيها نظري، اما بتكون بشكل انه احدى السيدات تشرحها امامه، او بدها تكون على الشاشه بشكل موضوع وبشكل عملي وفعال. حتى التحاليل نحن للاسف لحد الان ثقافة الطبية عند المجتمع لحد الآن غير موجودة بشكل كافي، وخاصة عند السيدات. اسمحوا لي بهالشغلة بالأورام الثدي، وخاصة كيفية فحص الثدي، كيفية بدها تعالج حالها، كيف انه تستحي مثلا بدها تروح. لكن يمكن عم بيكون في اشهر مخصصه حملات توعيه، حملات توعيه ضخمه قامت فيها جمعيه امراض الثدي مشكوره بالاتفاق مع كل الجمعيات وعشاشة الاخباريه والنقابات والاخباريه والاعلام، وهذا شيء جدا رائع. ورغم كل الحملات وعم تشوفوا لعدة سنوات عم تصير في عندنا انه السيده لما بتشوف حالها في عندها كتله عم تستحي انه انا ما بروح، عارف كيف؟ هذا النوع بدنا نزيد نحن الوعي عند الثقافة عند المواطن انه لا هذا شيء طبيعي. وانتم مشكورين بالاعلام عم تسلطوا الاضواء علي بشكل كثير كبير ومشكورين، ولكن انا يعني اتمنى انه ما تكون بشكل بس انا خلال الحملة، يعني ان تكون خلال كل فترات السنة. ونحن هلا في خطة عم ندرسها طبعا قيد الدراسة طبعا، حتى نعمل ممكن نعمل شيء من شان سرطان الثدي في النقابة حول تجهيز ماموغراف او عياده للمسح بشكل دائم في هذا المجال. اكيد دكتور، يمكن درهم وقايه خير من قنطار علاج. دكتور يوسف الاسعد رئيس فرع دمشق لنقابه الاطباء، نتشكرك على وجودك معنا، ونحن دائما بنسلط الضوء على جميع النشاطات والفعاليات اللي عم تقوموا فيها ومستمرين بهذا التسليط على الضوء. شكرا كثير لك. اكيد بنتمنى الصحه والعافيه للجميع، وشكرا دكتور. شكرا لكم، اهلا فيك. يعني لهون نور.